مساء الخير عليكم, ورجينا لكم تاني on another week with Shaming Corner on Capital Club Radio. معنا احمد سلامة على الكنترول, مع رامي حسن. معنا النهاردة سوربرايز يا جماعة, really a talented band. We heard about him before, مش هقول اسمه دلوقتي. هنسمع اغنية اليوم الاول ونجي لكم تاني. Waiting for all your comments, looking forward on the chat. يلا يا جماعة, let's do it. مصر بالليل
ورجعنا لكم تاني on Jamming Corner مع رامي حسن، معنا احمد سلام على الكنترول، and we have today يا جماعة معنا صوت الشارع باند. نتعرف فيكم يا جماعة الاول. نور محفوظ. نور محفوظ. لوكا. لوكا اوكي. بينو فارس. بينو فارس. بينو فارس، مش بينو، مش بينو بتاع الجيتار بتاع عمرو دياب. لا ده التاني ده اعتقد ان هو كبير في حاجة كده. اه ما شاء الله بينو. انا لسه حاجة وعشرين، ما تقلقش. لسه العمر طويل. طيب نور معنا. نور انت الليد فوكل بتاع الباند. تمام. صح؟ ما شاء الله صوتك الله اكبر الله اكبر ما شاء الله حلو قوي، يعني الناس كلها كومنتس تقول لك صوته حلو قوي يعني. ربنا يخليك يا رامي، وميرسي لكل الناس اللي بعتها الكومنتس الجميله دي. ولوكا انت بيركاشن، ايقاعات، انت اللي ماسك الحاجات دي بالظبط. اه يعني بقى بيركاشن مع الباند وكاخون احيانا شويه اكسسوارات بنستغله لازم نستغل بالظبط. وبينو انت باين الموضوع بالنسبه لك انت يعني الفكره فكرتك تقريبا، او انت المنشئ بتاع الموضوع او الكرييتر يعني زي ما بيقولوا. بص يعني خلينا نقول صاحب بدايه الفكره، وبلحن وبلعب جيتار معاهم عادي. آه زي يعني زيهم. اه نورمال باند ممبر يعني. آه. طيب اول سؤال هسأله دايما للناس بقى، بتقابلكوا دايما فكره الباندز؟ انا حتى احد الناس بيبقى دايما موجود موضوع ان احنا بنسيب بعض وبنتفرق، بعد كده ممكن نرجع نلعب بعض تاني شويه، وبعد كده نمشي وكده. ايه بقى؟ انا عايز اجاوب. انا اسال ده. لا طب يلا انا اقول جامد جدا. ايوه عشان انا عارف، عشان في واقعه سابقه. هو مر بحاجه زي كده فعلا. انا كنت بلعب في فرقه وتفر اسمها ايه يعني، بس يمكن الناس كلها عارفه. كنت بلعب في فرقه قبل كده، وبعد 6 سنين سيبنا بعض. بس فبعد كليبات بقى، وبعد عملنا هيستوري لينا وفان بيج فيها عدد كبير وشويه حاجات كتير قوي كده، فجأة سيبنا بعض. قابلتني الموضوع ده، والموضوع ده بيرجع لحاجة واحدة، ميبي تبقى النفوس مختلفة. انت بتتعامل مع 6-7 نفوس مختلفة، النفسيات بتقلب نار يعني. بلاش نقول النفسيات، بس يعني كلهم صحابي وكلهم مازالوا حبايبي، بس يعني فاهم انت بتتعامل مع 6 نفسيات، وده اللي خلانا بقى لما نيجي نختار بعض احنا يعني تحس ان احنا اخترنا بعض، مش انا اخترت حد. لا نور ولوكا وكل الناس اللي مش موجودة، امير بيلعب بيانو، واحمد سعيد بيلعب درامز، وجو بيلعب بيز، وبدر مصطفى بيغني وبيلعب كمانجا. فالنفسيات اختارت النفسيات. بص يعني يعني حصل الموضوع ده، نقول انه على فرنشيب اكتر ما هو ان من انه يعني جاست مزيكا وخلاص. يعني احنا اصحاب يعني. نفسيه بيضه. في بقى الدنيا بيضه يعني. في امه بيحصل. طيب هنسال سؤال بقى خلاص يا جماعه، سيبنا السؤال ده حبه ده، عشان السؤال ده بس فضول بالنسبه لي، مش سؤال في الحق خالص. السؤال المهم بالنسبة لي دلوقتي، مين صوت الشارع؟ انا عايز اعرفكم، والناس اللي ما تعرفكوش عايزة تعرفكم. صوت الشارع بينو فارس جيتار، وانا فوكل نور محفوظ، ولؤي بركشن، واحمد سعيد درامز، وامير بيانو، وجو بيس جيتار، وبدر مصطفى فوكل وكمانجا. وصوت الشارع يعني احنا ليه صوت الشارع برضو؟ ليه الاسم يعني؟ يعني الناس بتسأل. بص الفكرة ابتدت بعد ما سبت فرقتي ورحت قابلت نور، قلت له تعالى نعمل مصر بالليل، ده تراك من التراكات القديمة بتاعتي. فقلت له تعالى نعمل عادة خيال لي وتغني ونعمل فيه الدنيا كده ونصوره فيديو كليب. طب دي البداية، البيت بقى يعني، تعالى نحط عليه اسم الفرقة اللي هو يعني يلا نبتدي نعمل موضوع شكل مختلف. فليه صوت الشارع؟ فقلنا لازم نسمي اسم الفرقة يحمل يشيل فكرنا احنا ليه مش اسمه وخلاص يعني. مش انت عايز تكلم او تناقش مواضيع معينه، فاخترت على اساسها اسم الباند. انت بتقضي 3 ارباع يومك فين؟ في المزيكا. فيش بصراحه. عكسك شويه في المزيكا. بس سامع صوت الشارع وانت في اي حته صح؟ يعني انت في عربيه قافل. لا صح، ما انت طول رايح شغلك، راجع من شغلك، رايح الاستوديو وراجع من الاستوديو. صح، نقدر نقول مثلا 50 او 60% من يومك فعلا في الشارع. في الاستمراريه اللي احنا عايزين نفضل متواصلين مع الناس طول اليوم، صوتنا على طول يبقى واصل. فانت عايز تكون موجود، وده بالنسبه لك مش ملازم الاسم يجي كربتك بان انت هتضطر تغني مواضيع معينه. لا لا خالص يعني، ما صوت الشارع ده اللي هو مش شرط ان احنا نبقى بنلعب سياسه بس. ممكن نبقى بنلعب الشارع ده بيتكلم فيه كل حاجه. الشارع ده بتبقى ماشي فيه هو فعلا اسم عام شويه فعلا. صح، في 2 حبيبه قاعدين على الكورنيش عادي هتلاقي ده في السياسه. يعني هتعرف تغني حب، هتعرف تغني سياسه، هتعرف تغني كل حاجه يعني، كل المواضيع هتقدر، كل انواع المزيكا الهادي الشارع احنا بيبقى متجنن. عندنا اغاني، عندنا اغاني هادي، عندنا اغاني سريعه يعني. طيب بالنسبه لكم كباند، ما لقيتوش مثلا مصاعب في الاول في حوار ان انتوا تبتدوا او كده يعني في اماكن غير الساقيه وغير
الاوبرا، يعني في اماكن ده معروف ان هي البنات كلها بتنزل فيها. اتعرفتوا فين اكتر؟ يعني ايه الاماكن اللي كانت بالنسبه لكم مثلا ممكن تكون حاجه وكنت نفسكم تعملوها عملتوها؟ حفلاتكم بتبقى فين؟ نقدر نتابعكم ازاي؟ في 15 حفله ممكن نكلمك عليهم في 3 شهور. احنا في 3 شهور الحمد لله بعد الكليب، يعني بعد ما خلصنا الكليب وبعد ما قلنا احنا خلاص احنا كوننا الباند وعملنا بروفات وخلاص وعملنا سيت ليست بالتراكات بتاعتنا والتراكات اللي لسه بنجهزها، ابتدينا ننزل حفلات. طبعا الفيديو كليب قطع شوط كبير قوي في ان الناس تعرفك، فانت خلاص انت بقى ليك حاجه بتتعرض على القنوات الفضائيه. الحمد لله يعني ان هو عاجب الناس كتير قوي، فالقناه الفضائيه دي بتعرضه والقناه الفضائيه دي بتطلبه علشان تعرضه عندها، فالطلب كتير وتعرض كتير، فالناس شافته والاسم اتسمع كويس، فابتدينا ننزل في حفلات. الحمد لله بالحاجات اللي احنا بنقدمها كويس قوي، مزيكا وغنى كويس، فابتدينا الناس والفانز تزيد، ابتدينا نتعرف ونتطلب في حفلات تانية، فالحمد لله يعني كان هو ده كان المين زي ما نقول البوم بتاعتكم يعني. بالظبط. يعني واضح ان انتوا كل واحد فيكم كان بيلعب مزيكا من زمان في طريق مختلف خالص، واتجمعتوا في الاخر على موضوع صوت الشارع. طيب انا مش عايز اقعد اتكلم كتير عشان الناس اللي معانا برضو، انا عايز اسمع مزيكا، سمعونا حاجه. وانا مش هلعب معاهم دلوقتي يا جماعه، مش هلعب دلوقتي، هم بس يلعبوا. عارفين شوفوا نقطة التراك اللي انتوا عايزينه ولا حاجة هادية شوية الأول. مش عارف ليه احنا. ماشي. يلا. مش عارف اقول ايه والله، بجد بجد ما شاء الله عليكم يا جماعه، بجد سيريسلي يعني حلوه قوي، اغنيه حلوه، صوت حلو، ناس كاتبين عليكم
احسن ناس منورين في كل مكان، وبفرح قوي لما بسمعكم وبشوفكم ناجحين الحمد لله. دلوقتي مش هكتر في الكلام عشان عارفين رأيي فيهم، ربنا يوفقهم يا رب، ربنا بجد يوفقك يا جماعة بجد. سيريسلي ما شاء الله صوتك حلو جدا، لعبة حلوة يا جماعة، تسلم ايديكو. طيب مواضيعكم يا جماعة بتختاروها بناء على ايه؟ كلها سياسة بس، معظمها حاجات عن سياسة بس. يعني بص، هو انت يمكن هتسمع النهاردة انا لما بيجيلي كلام عشان اقعد الحنه يعني، تمام؟ في الغالب لو ما لقيتش كلام، لانه انا بلف كتير قوي على موضوع الكلام ده، انك تلاقي مواضيع فعلا حقيقيه تناقشها فتلحنها فيطلع لحن حلو فنقعد مع بعض نحفظه، فبس في احيان بكتب انا مثلا يعني، تمام؟ فبس في الاوقات اللي انا ما مش بكتب فيها مثلا بنقعد ندور على مواضيع زي مثلا شعب بيحلم، زي نفسي اغني، شويه مواضيع كتير بنناقش كل حاجه، مش عايزين نحصر نفسنا في حته السياسه. طيب انا دلوقتي عايز اعرف كل واحد فيكم على حدا. نور الاول، ابتديت تغني من امتى او اكتشفت ان انت بتعرف تغني او كده؟ الموضوع بالنسبه لك كان فكرته عامله ازاي؟ ازاي ابتدى نور كمغني كليد فوكال دلوقتي؟ الموضوع وصلت ازاي؟ الموضوع بالنسبه لي لا من زمان يعني، من وانا صغير يمكن كانت اول حاجه بتعلق في دماغي موضوع المزيكا نفسها، من ناحيه ايه، من قبل ما افهم يعني ايه مزيكا كان اللحن بيعلق في دماغي يعني. مثلا كنت اسمع مثلا اغنيه ام كلثوم، اللحن يعلق في دماغي مع اني ممكن ما ابقاش فاكر الكلام، فكان ممكن حد يخلينا اغني الاغنيه وهو يمليني الكلام وانا اقولها على طول يعني، فاللحن بيبقى لقط على طول في دماغي. فيمكن دي كانت اول حاجه البدايه من وانا صغير. فبعد كده ابتديت ادخل المسابقات، وبعد كده كان في تراكات كده عملتها اغنيه من زمان. دخلت مسابقات فين؟ في الجامعه او كده يعني؟ ستار اكاديمي. يعني دخلت ستار اكاديمي بس وصلت للفاينل كاستنج في لبنان، بس ما توفقتش في الاخر يعني. يعني في مسابقات تانية ممكن اكون دخلتها وخدت مركز فيها، بس هي المسابقه نفسها ما كملتش. بس فالحمد لله يعني في كل مرحله من المراحل دي كانت ثقتي في نفسي بتزيد يعني. كنت بتعرف على ناس اكتر، لحد بقى ما تعرفت على بينو بقى من 8 سنين مثلا، وفضلنا اصحاب لحد ما حصل وهو ساب البند اللي كان بيلعب فيه، وبعدين اتفقنا ان احنا نعمل حاجه وبس، الموضوع جه كده يعني. الموضوع بالنسبه لك كان يعني كان بدايه نقدر نقول موهبه صغيره بالظبط. درست مزيكا او كده؟ درست غنى او حاجه؟ رحت في الوقت اللي كنت فيه رايح كاستنج في لبنان، كنت باخد دراسات حره في كليه التربيه الموسيقيه في الزمالك، كنت باخد فوكال وعود، بلعب عود كويس، بس يعني شويه حاجات برضو كده خاصه بالمزيكا يعني. طب لؤي رامي. نسمع منك مين لؤي؟ لؤي كمزيكا بالظبط. بص هقول لك، انا اصلا في الاول كنت فوكال، تمام؟ قعدت شويه كده بغني ومع الجامعه وحفلات تبع الجامعه وكده، كان عندي موضوع البركاشن او الايقاع كان مظبوط عندي قوي كتيمبو يعني. بس كان عادي جدا ان انا زي اي حد اللي هو بمسك طبله وبقعد اطبل مع اصحابي وكده وعادي جدا. بس موضوع البركاشن بدا يشدني جدا بقى، اللي هو فكره البركاشن نفسها، اللي انت بتركب ايقاع معين على الايقاع مثلا اللي ثابت قدامك يعني. سي مثلا في درامز يا جماعه، خلاص بقى بينو تضحك ولا مش عارف يتكلم بقى على سبيلو، يمكن بس معايا الموضوع ده من زمان قوي، موضوع مشترك يعني. موضوع البركاشن شدني جدا، بدات اسمع ايقاعات وارتام كتير جدا وارتام عالميه. بدات اذاكر تكنيك، بس قعدت ازود في الحاجه بتاعتي الكونجا والاكسسوارز اللي معايا وكده، ده ساعدني شويه ان انا ابدا العب في طب كبدايه كفوكل، لما بتشوف مثلا حد بيغني او كده بتحاول تصلح له بان بيبقى عندك حس ان انت تعرف تغني، ممكن تحب تضيف ساعات بعض الحاجات؟ ده بيحصل. لا يعني فعلا لو في قدامي حد بيغني وفي حاجه معينه في دماغي بضيفها له. بس ده ما بيحصلش لما حد عزيز عليا قوي ان انا اتكلم معاه وعارف يتقبل يعني. بعشم وعارف اللي هو يتقبل مني الكلام من غير ما يحصل مشكله. بس فهي دي الفكره جت منه، وبكتب وبلحن برضه على فكره. مثلا من كل ما هو بينو بقى الفايندر يعني، نقدر نقول الكرييتر. بص انا يمكن بلعب مزيكا بقالي كتير، بقالي مثلا 6-7 سنين مع فرقتي القديمه، يمكن قطعت شوط في الاندر جراوند كتير قوي يعني. قعدنا نلعب مزيكا ونروح هنا ونتشقلب هنا وتمرمطنا بقى، ياما ما كانش معانا فلوس البروفات فبنعمل البروفات في الشارع، وعارف انت الجو ده، معكش فلوس تعمل بروف فتعمل فين بقى، وتشيل الجيتار وعايز تركب مواصلات ومعكش تاكسي، فعادي هتركب مواصلات عادي وتتبهدل يعني. فعادي مريت بكل المراحل اللي تخليك فاهم. وقبليها كنت بتعلم جيتار عند اسعد نسيم،
وسط البلد ومحمد نصف وشوية في البيت ويوتيوب وعايز تلعب تكنيك ومش عارف تلعب ازاي وعايز تعرف تطلع لحن اغنية ازاي. فبس فانا بما ان انا يعني كنت بلحن حاجات قديمه لفرقتي القديمه فقشطه انا بلحن شويه حاجات هنا في فرقه صوت الشارع كل الحاجات تقريبا كل التراكات بتاعتنا الحمد لله قشطه ما شاء الله. فبس فالفكره كلها باحرج يا جماعه مش يا جماعه عايزكم تشوفوا وشه معانا عشان احمر مش بقالوا التيشيرت يعني انت عايز شرد ان انا لابس احمر يعني ماشي. فبس فهي الفكره بس كلها انه اتمرمطت كتير بقى في حفلات بقى وسافرنا كل المحافظات مع فرقتي القديمه وازاي تتفق وازاي تماركت وازاي يبقى ليك فكر للبند بتاعك وازاي هتبيع البند لانه احنا عندنا فرق كتير بتلعب حلو بس كم واحد بيلعب مزيكا وكم فرقه مشهوره وكم فرقه الناس ممكن تسمعها ازاي تخلي الناس تشوفك. احنا حاولنا نعمل اقصى ما في وسعنا ان احنا نعمل برودكت بيتشاف في التلفزيون ما اعتقدش ان احنا هنوصل للناس بشكل اسرع من كده بالظبط. ففي 3 شهور فان بيج فيها عدد معقول وناس شافت الكليب وبقت الناس مثلا شفنا انا ونور خارجين في الاوبرا مثلا فالناس توقفنا غنوا لنا مصر بالليل وده في حد ذاته وصلنا لمرحله نجاح. ده نجاح طبعا في 3 شهور يعني انا بالنسبه لي 3 شهور هي اكسبيرينس الست 7 سنين اللي انا قعدت فيهم في فرقتي القديمه رحت مجمع انا ونور ولوكا والناس ويلا يا جماعه نزق الموضوع بقى. طب وبالنسبه لكم يا جماعه المصاعب اللي واجهتوها في الاول هو في حاجه بس يعني في احنا في يعني قبل ما نقول المصاعب معنا امير بيانو هايل جدا ويمكن بيشيل بيشيل جزء كبير قوي في توزيعات الاغاني ميسي امير في واحنا في البروفات يعني عندنا جو البيز الجميل ويمكن عملنا ريميكس ومعرفش هنسمعه ممكن نسمعه النهارده ممكن نسمعه النهارده بيلعب ريميكسات حلوه قوي وبينزل ميجا ميكس كل سنه بيشوفها مثلا ايه ناس كتيره بتسمعها على موالي مثلا ولا حاجه تلاقي مثلا داخله في 100,000 و200,000 ما شاء الله ما شاء الله ارقام كده غريبه. وفي بدر مصطفى طبعا مصطفى كمانجا وفوكال يعني من الاصوات اللي بحبها وبحب اغني معاه جدا 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 يعني انا بتصلت من اصلا وهو بيلعب بالكمانجا وهو بيغني معايا يعني الموضوع بنعمل شغل كويس قوي يعني على الستيج مع بعض استغلناها كويس قوي. نور صوته صوت الجبلي صوته عريض تمام. بدر صوته مش هقول لك اللي هو تينور ده هو سوبرانو بيجيب السوبرانو يعني. فعاملين يعني في كومباينيشن حاصل حلو جدا على المسرح هتلاقي الموضوع طالع حلو قوي. ربنا يوفقكم يا جماعه. معانا هنا دينا حسن بتقول لكم عايزه اسمع من نور باعتبار. ثانك يو. اوكي فعلا باعتبار اوكي هنلعب نلعب لك باعتبار دينا والف سلام لدينا بتكلمنا من مشوار بعيد قوي من ايطاليا ايطاليا البلد من ايطاليا وسلام كبير يا جماعه لايطاليا عامه. طيب في احمد سعيد كمان طبعا فاضل درامر احمد سعيد ده اجدد عضو في الفريق وحد درامر شاطر قوي يعني جدا جدا عمالين بقى بنشيل يعني بص في مقوله في المزيكا بتقول لك انه لما تلاقي حاجه ناقصاك لا لازم تكملها ما ينفعش المزيكا ما فيهاش مجاملات فبس فاحنا في فتره من الفترات الابتدائيه بقى نعدي نشوف ايه اللي احنا محتاجينه نقدر نقول مش فلتريشن على قد ما هو تجديد او تنويع او تمشي في المسار الصح استحداث يعني نقدر نقول يعني مش اكتر من ابجريد بيحصل. بص هقول لك حاجه احنا تقريبا الفتره اللي فاتت الثلاث شهور دول حاسين احنا ماشيين كويس قوي يعني ده احساسنا الشخصي. احنا الواحد برضو بيبقى مهم جدا ان انت تعرف انت وصلت لفين وماشي ازاي. فحسينا احنا كلنا احنا السبعه في البند ماشيين كويس جدا مع بعض. كان في شويه يعني مشاكل في البيت سيكشن ما كانش في وقت اللي احنا ما ينفعش نفضل مكملين كده. احنا وصلنا لمرحله كويسه في حاجه بتشدنا من تحت لا اوكي احنا هنوقف وقفه وهنشوف لازم 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 نصلح الحته دي. وعلى فكره هقول لك على حاجه من في اول حفله جالنا عدد كبير تاني حفله في الساية مثلا جالنا عدد اقل منه ما احبطناش ما قلناش انه أيوة. لا مش هن يعني لا ده عدد قليل اللي جه لا احنا طلعنا مزيكا فاحنا حاسين بنفسنا ان احنا طلعنا مزيكا حلو وبالتالي